لو الحكاية فيها إن فيتو. في سؤال بقى بيدور في الخاطر، يعني بيقول لك في حالة إن لو السيسي تولى الرئاسة ده هيدعم الفكر اللي بيروج لإخوان ده انقلاب عسكري ومش انقلاب عسكري. في حالة تولي السيسي الحكم هيدعم فكر إن اللي حصل في مصر انقلاب عسكري ليس ثورة. حضرتك شايف المشكلة؟ بص، هما ممكن يقولوا كده من غير ما كانوا بيقولوا ده، من غير الراجل ما يترشح ولا حاجه. هو لسه لحد دلوقتي كمان ما ترشحش. هذا حاجه، يعني اللي عايز يقول علينا يقول زي ما هو عايز. المهم احنا نعمل ايه ونرضى عن نفسنا ازاي، مش نرضى الاخرين. ده اهم حاجه، ان احنا نرضى نفسنا الاول. والراجل من حقه طالما هيستقيل من المؤسسه العسكريه، يعني حاله طبيعيه وليس انقلاب. مش هياكد فكره الانقلاب اللي بيروج لها جماعه الاخوان المسلمين. لا، انا عاوز افهم الانقلاب ده مش بيبقى اللي عامل الانقلاب ده بيبقى في لحظتها على طول بيمتلك زمام الامور ويبقى على راس السلطه. صحيح. طيب هو الراجل انحاز، هو مؤسسه العسكريه لمؤسسه الجيش، يعني للشعب المصري لما نزل في الشوارع للشعب المصري. حضرتك طبعا متابع المحاكمات اللي بتحصل، محاكمه مرسي في حاله خروج مرسي بقى او مسرحيه المحاكمات دي وطلعوا براء زي ما كان بيحصل، هل من حقهم ان يعيشوا بقى؟ مش الطابور بالذات في طب ما رجال مبارك اغلبهم طلعوا براء. رجال مبارك لان التهم الاساسيه ما اتعملتش بشكل كويس. ده هم المفروض يحكموا مبارك وعصابته دي على ما خربوه في جسد مصر وفي عقل مصر، مش على شويه القصور وشويه الفلوس اللي متهربه ولا الكم حته ارض ولا الكلام من ده. حولوها المسرحيه بقى هزليه. مصر مش شويه القصور اللي انت سارقها، ده انت سبت الدود ياكل في مصر، وكل من هب ودب ياكل في جسد مصر. وانت عارف هم مين وساكت لانك انت مستفيد ومنتفع. طب حضرتك عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك الارهاب بدا يطل براسه دلوقتي، وحضرتك الارهاب جماعه الاخوان بتمارس يعني وعامل تفجيرات هنا ومن هنا وهناك لغايه متى بقى يفضل؟ النهارده 19 بيهددوا ان في اعمال عنف ولا لغايه امتى بقى يفضل مسلسل العنف والارهاب؟ بص انا في رايي ان الموضوع مش هينتهي في يوم وليله. الموضوع انك تبني بلد، عملت مؤسسه اقتصاديه كبيره ونحست للناس وشغلت شبابنا وزودت الانتاج في الزراعه وفي الصناعه وعملت مصر بلد صناعيه والشباب العطلان ده واللي بيهرب بره ويرمي اجساده في البحر وفي ليبيا عشان يموت واشتغل في ارضه، انت كده اصلحت البلد وحاربت الارهاب. لان ما اسهل ان حد ياخده هذا اللي راح يموت نفسه ويجنده ويديله فلوس ويقول له اضرب بيستغل احتياجه وبيستغلوا احتياج الفقراء العيانين ويعملوا لهم مستوصفات وياخدوا اصواتهم ويقدموا لهم الزيت والسكر وياخدوا اصواتهم. سؤال اخير يا استاذ طاهر، حضرتك شايف موقف الامريكي والقطري من مصر شايفه ازاي؟ ليه بالتحديد الموقف المصري القطري الامريكي باتجاه مصر؟ يعني الامريكا وقطر يعني اتعرف موقفه من اول لحظه من 30 يوليو، دعم قوي لجماعه الاخوان ودعم قوي للارهاب والفوضى اللي بتحصل. ليه قطر وامريكا بص
ما هو امريكا دي معروفه بعلاقتها باسرائيل عشان تجزأ المنطقه بما فيه صالح اسرائيل، ما يبقاش في دوله تقدر تواجه اسرائيل. وقطر سمسار منتفع، ها، هي والاخوان المسلمين ازرع ازرع من الازرع الامريكانيه عشان تفتيت المنطقه. يعني حضرتك تقصد ان قطر بتبحث على دور في المنطقه، تبحث على مكان. تمام يا استاذ سوار، انا متشكر لحضرتك.